ألوانها بتأني. سيبك من الأسود والبني، خليك في الألوان الفاتحة، تلقى حياتك تضحك ليك. تك تك اهدى في ناس عايشين عالفل والطعمية سنين، ناس تعبانة وطفحة الفوتة لكن بعشتهم راضيين. دنيا فلوس في فلوس في فلوس، قالوا ان المنحوس منحوس، يقعد يجري ويجري ويجري ويعلقوا على راسه فانوس. هتشوفوا حكايتنا وأحلامنا وحسكوا عينكم حد يقول. اوعوا تروحوا شمال ويمين، لغز وحدوتة وأغاني كمان، افطروا حلوا وقعدوا يلا استنوني اللي وشريهان. أشكال على ألوان، مثلا أنا الناس بتشوفني في الدنيا بيحصل قلبان. وهي الدنيا ناس غير إيه؟ ميك أب، روش، فستان، سنين، فيلا كبيرة وعربيات، وعندك اللي بتحلم بيه. أنا بقى شبهي في خلق كتير وحياتهم كلها مشاوير، هحكي عن الناس الغلبانة مش عن وش ولا عن. أصلها مش ناقصاكي كمان. يوم ورا يوم ولحد ما يكمل 30 يوم، وما بين عيشة قصر وبدروم، هتشوفوا حكايتنا وأحلامنا وحسكوا عينكم حد يقول. اوعوا تروحوا شمال ويمين، لغز وحدودة وأغاني كمان، افطروا حلوا وقعدوا يلا استنوني اللي وشريها. بجد ام سوري يا معلم، والله انا ما كانش قصدي اضايقك خالص. خلاص يا عم ما حصلش حاجة، أنا مش زعلان. أنا آسف ليكوا يا جماعة، أنا مش عارف أنا عملت كده إزاي. ما هو الزفت اللي بتشربه يا كابتن مو، والله حرام. بصراحة يا مو أنت زودتها قوي وقلت لسيف كلام غلس جدا. أنا هون أعتذر له لما ينزل، وأنا صلحت له عربيته ومش حاسبه عليه عشان أصلحه يعني. خلاص بقى يا حبيبي صعبت علي، ما خلاص بقى يا عيال. وبعدين هو كان سكران، والخمرة بتعمل أكتر من كده. طب أنت عارف أنا ديك النهار كنت مقربعة نص زوتس، فقت منه لقيت نفسي متكلبشة باسم قصر النيل. قال إيه؟ بتحرش بالخواجات في المتحف المصري. خالتي مش ده الراجل الروسي اللي قال إن أنت اغتصبتيه؟ لا يا بت، ده هو كان ألماني. أمال الروسي ده نهين فيهم؟ ده بتاع قلعة قتبان. أنت هتحجي عليا؟ أنت إزاي متجوزة بابي؟ هو يعرف تاريخك القرف ده؟ ما جاتش مناسبة أقول. لما نرجع أنا لازم أقوله ويطلقك. شفت يا معلم السكر بيعمل إيه؟ على فكرة بقى إحنا لازم نبطل خمرة وش، قوم بقى نشرب لنا سجارتين كده عشان أتأكد إن أنت مش زعلان. وأنا كنت زعلان بس يعني مفيش مشكلة. بس بقول لك إيه؟ ما عندكش بودرة؟ في كل حاجة يا معلم، يلا. أوكي أوكي سكرتينا. سيف، الكابتن مو صلح لك عربيتك وحطت لك المفتاح هنا على الترابيزه. ايه سيف انت لسه سكران؟ انا راجع القاهره، افتح العربيه معاكي عشان تقضوا بيها مشاوركم، بس انت اللي تسوقي، ما تخليش انا اللي يسوق، وانا هرجع بسوبر جيت. ايه العبط اللي بتقوله ده؟
شغل اطفال قوي. انت لسه قافش؟ عندنا مشاوير كتير قوي. انت اللي عندك مشاوير مش انا. انت اللي عايزه توصلي الفلوس مش انا. انا مش عبيط يا نيلي. انا يمكن يكون شكلي كده بس مش عبيط، وعارف انت محتاجاني ليه. عشان كل الناس بعدت من حواليكي. انا بساعدك عشان انا طيب وما بعرفش اقول لا. انا طيب اه، بس عندي كرامه، واللي اسمه مو ده بعطر بكرامتي البحر الاحمر كله. خلاص يا سيف، سوري. ما هو ده اخرك سوري، ويا ريتك بتقوليها من جواكي. انت بتقوليها بس عشان تمشي بيها امورك، تعملي المصيبه سوري، تدوس على الناس وتهنيهم سوري، مع ان الناس اللي انت بتهنيهم دول هما اللي قعدوك عندهم واستحملوا سخافاتك وغلاستك وقرفك. بص يا نيلي، انا من ساعه ما عرفتك وانا اتبهدلت بهدله ما شفتهاش في حياتي. وقفت جنبك وساعدتك عشان كنت شايف فيك حاجه حلوه، بس انت مصممه تصدري الوحش اللي جواكي، غرور وانانيه وعظمه وقله ذوق وتكبر، لحد ما بقاش فيك حاجه عدله اصلا. حتى اقرب الناس ليك مبقوش طايقينك. جدع يا واد يا سيف، يسلم في امك. بس يا نيلي، ما انت عارفه الواد سيف زربون وعصبي وفي الاخر بينزل على ما فيش. بس تصدقي وتؤمني بالله الواد عنده حق. ايه ده يا نيلي؟ ايه ده، انت بتعيطي؟ انت عندك مشاعر زينا كده وبتعيطي عادي؟ ده انا فاكراكي جبله يا بت. طب خلاص خلاص ما تعيطيش. اوعي تكوني صدقتي كلام الواد المتخلف العبيط ده ان احنا ما بنطقخيش. لا، طب اقول لك على حاجه، انا عشت طول عمري كان نفسي يبقى ليا اخت او حتى صاحبه قريبه، بس يعني اتلهيت بقى في الشغل وحياتي وكده. نيلي، انا ما اعرفش اي حد في حياتي غير خالتي صباح والواد هاني، وديك انت عشرتيهم كام يوم جابوا لك تخلف، ما بالك انا بقى عايشه معاهم عمري كله. القصد يعني اللي انا عايزه اقوله لك، ان اول ما ربنا بلاني بيكي قلت الحمد لله ربنا عوضني وبقى ليا اخت. حتى لو طلع موضوع الكنز اللي سايبه لنا جدنا ده باكل بان، هفضل احبك طول عمري عشان انت اختي بجد يا بت. انا مش وحشه يا شيرين، اوعي تفتكري ان انا بكون قصدي اضايق الناس او اعملهم وحش، بس انا شخصيتي كده، اتولدت كده وعشت طول عمري كده، بالذات بعد ما مامتي ماتت الناس كلها كانت بتدلعني، بس مفيش حاجه بطلبها ما بتجيش، محدش بيقول لي لا على اي حاجه. انت عارفه يا شيرين ان انا كمان ما عنديش اصحاب، انا كل اصحابي بيستغلوني وانا عارفه كده، عشان كده كنت دايما بقول انه اكيد مفيش حد بيحبني، لحد ما جيت لكم وشفت انتوا ازاي مستحمليني وبتعاملوني ازاي من غير سبب، فعرفت ان انا عندي مشكله وعرفت ان انا غلط ولازم اتصلح. بس صدقيني انا مش عارفه اتصلح، لان هو مش زرار ادوس عليها ابقى بني ادمه تانيه. يا ستي ما تشغليش بالك، تتصلحي او ما تتصلحيش احنا بنحبك كده زي ما انت. بعدين القط ما يحبش الا خناقه. قصدك ان انا بخنقكم يا شيرين؟ طبعا يا نيلي، خنيقه جدا بصراحه. يا بت انت بنت عمي يا بت، يعني اختي. I love you so much يا شيرين. Me too my sister. انت
بقول لك الدليل ان انا بحبك قوي. قولي. هو ان انا دلوقتي وانا حضنوكي ريحه الفسون اللي انت لابساه دي خنقاني قوي. ما خنقتني انا كمان يا نيلي ومستحمله والله. بس عامل ايه؟ ما انت عارفه يا نيلي الغردقه والعرق مع الفسون بيبقى صعب. وبعدين خلي بالك عرق الغردقه غير عرق بقى بورسعيد مع الفسون بيبقى اقوى. تعيطيش بقى. كده يا سيف، كده اللي انت عامله في نيلي ده؟ ما انا جاي عشان كده. انا اسف يا نيلي. طب يا جماعه انا هقوم عشان لحظات الاعتذار دي بتوترني. نيلي انا اسف، انا ما كنتش اقصد. ممكن ما تعيطيش؟ انت عندك حق يا سيف، انا فعلا انانيه وما بفكرش غير في نفسي، وانت طيب جدا، بس انا مش محتاجاك عشان انت طيب، انا محتاجه لك عشان انت راجل. انا بطمن وانت جنبي يا سيف. ممكن في الاول كنت ابقى بستغلك لما الناس كلها بعدت من حواليا، ما كانش عندي حد غيرك اروح له. انت عارف يا سيف، انا من ساعه ما بابي اتسجن وانا بحس ان انا ضايعه ومفيش حد جنبي، لان بابي كان دايما بيحسسني ان كل حاجه تمام. زيك كده يا سيف، من ساعه ما عرفتك وكل الحاجات اللي بتعملها معايا ووقفتك جنبي رجعت احس ان كل حاجه تمام. وانا المفروض اقول ايه دلوقتي؟ قول اللي انت عايزه، اعمل اللي انت عايزه. لو عايز تمشي امشي، انا مش هزعل. انت تعبت معايا جدا، وانا اكيد مش هقدر اطلب منك انك تتعب معايا اكتر من كده. لو عايز تمشي امشي يا سيف، عشان ما تقولش ان انا بستغلك. بس انا مش عايزك تمشي. ماشي ماشي، هتمشي ولا ماشي هتقعد؟ ماشي ها. جدع ياد يا سيف، والله لو كنت مشيت كنت هقول عليك عيل واطي. هو انت كنت واقفه بتسمعينا؟ بصراحه اصلا انا عارفه الحاجات دي في اخرها بيبقى فيه ايموشن وكده، فقلقت قلت اجي افرملكوا. بس تمام، الواد سيف طلع جدع بصراحه. اي بروميس يا جماعه انه من النهارده انتوا هتشوفوا نيلي تانيه خالص. طب يلا بينا بقى نلحق موضوع محفوظ والفلوس دي لانها هتغيرنا كلنا. اوكي يلا نطلع نلبس. لا نلبس ايه، ما انا لابسه اهو. يلا انت هتروحي بالقرف ده؟ هي هتروحي بالفسون ده؟ طب ما الفسون ده كان عاجبك دلوقتي يا نيلي، كنت حضناني ومقمط عليكي كنت شماه وتمام. خلي بقى يكمل اليوم عادي، الفسون هي كمل. طب تعالي معايا. I love الفسون على فكرة والله. بس انت يا سيف طلعت اصلي، عملت ايه بقى؟ انت رفعت حاجه ولا سمعت لطفي بشناق ولا ايه؟ يا اختي طلعت راجل بصحيح، راجل كده خالته صباح. انا الحاله المايل ما يعجبنيش. سوري يا سيف، انا مش عارف انا قلت لك كده ازاي بصراحه، يعني حقك عليا. ولا يهمك، مفيش حاجه. يعني بجد مش زعلان؟ عيب عليك. خلاص اعملوا حسابكم بقى ان احنا نخرج مع بعض ونسهر سهره حلوه كده، انا عازمكم عليها عشان اصالحكم. طب معلش يا موما تاجلها، يعني عشان عندنا مشوار ضروري لازم نروح النهارده. مشوار ايه؟ ايه المشوار؟ ال ايه بقى؟ هنروح مطعم محفوظ اللي على البحر عشان عيد ميلاد سيف النهارده. عيد مين يا متخلف؟ عيد ميلادك انت. وكنت ناسي، شوف كنت ناسي ازاي عيد ميلاد النهارده. كل سنه وانت طيب يا معلم. وانت طيب. خلاص هاجي معاكم، بس انا اللي هعزمكم. ها؟ وهكلم الناس بقى يحصلوها على هناك. طب بقول لك ايه؟ ممكن تكلم ايزابيلا دي تيجي؟ ده انا هكلم لك ايزابيلا وتوتابيلا وهعيصها. وانت عايز ايزابيلا دي تعمل بيها ايه يا روح امك؟ لا يا خالتي ما تفهميش غلط، اصل البت قفشت صاحبها والكلب بتاعها، البت متدمره وعايزين نخرجها من المود ده يعني. وانت بقى اللي هتطلعها من المود يا ابن شاكر بتاع الساكسونيا؟ ايه ده؟ انت اسمك هاني شاكر؟ بقول لك ايه؟ اسمي هاني الدبدوب، هاني شاكر ده اللي في البطاقه. طب ما تقول لهم الاسم الرباعي. هاني شاكر محرم فؤاد. طب ما تغني لنا حاجه.
يا ابني الاسم القالش ده اسم القالش؟ طب معلش ممكن نعرف اسمك ايه؟ اسمي مو يعني عادي يعني. ايه مو ده بقى؟ ده صيني ولا تايلاندي ولا ايه؟ لا يعني اختصار لاسمي. ايوه ايه بقى الاختصار لايه؟ يعني المؤمن ولا مرقص؟ ايه؟ يعني ما علينا يعني بحكي لكم بعدين. لا يعني. قول دلوقتي. لا لا ما علينا. محسن اسمك محسن مش اسم حلو بس مش هي جايز I'd like you to meet someone. القمر ده يا معلم انت ما عرفتنيش عليها ليه؟ صدق يا لانك جعر وعمى البصر والبصيره. شو شو ايه يا بنت ده الحلاوه والطعامه والشياكه دي؟ عادي يعني اقل حاجه عندي ده انا حتى ما رضيتش افور عشان الخروجه ما تستاهلش. طب يا بنت الحلال ما بتلبسيش ليه اللبس ده؟ عشان ما عنديش منه اصلا ده فستان نيلي. يلا يا جماعه بقى عشان ما نتاخرش. ليتس جو جايز. مين 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 ده اللي ياخدك مني؟ مين 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 مني؟ محزوز جاي محزوز جاي اتصرفوا على تبعتكم. ايه يا خالتي احنا مش جايين مش شقت. الله مش انتوا قلتوا خليكوا على تبعتكم؟ ايوه يا خالتي على تبعتكم بس ما تبقيش شمال قوي كده هنا. ما تختش يا بنتي. انتوا ايه اللي جابكم هنا؟ يعني يا اخويا شايفنا جايين نعمل ايه؟ جايين نكشف سنان؟ يا عادي ومين الهانم احنا ما تعرفناش. انا صباح وحضرتك تبقى مين يا عسل؟ دي مرات بابي unfortunately. يو نسيت. هو في عند حضرتك مشكلة ان احنا نسهر هنا عادي؟ لا ابدا مفيش اي بلع بالمرة طول ما انتوا قاعدين بأدبكم تشرفوا. لا ما تقلقش احنا مؤدبين ومتربيين قوي ممكن بس بعد اذن حضرتك تيجي مين شوية عشان اشوف البست. وماله
طيب مدام هاف ا جود تايم. وانت من اهله يا روح. هو ايه اللي بيضحك الراجل ده على طول؟ تفتكروا اقتنع ان احنا جايين نسهر عادي؟ لا طبعا، بدليل اهو راح يقول للجارد علينا. عينك ما تتشلش من عليهم، مفهوم؟ يمكن يكون بيوصيه علينا. اه اكيد بيوصيه، ينزل لنا حاجه كومبليزون كده. اسمها كومبليمون متخلف. سوري سوري، انا هقولها لك بطريقه احسن من كده. انا قصدي يعني عشان تبقى قاعد مع الناس تقولها صح، اسمها كومبليمون. وات ايفر، وبعدين كومبليزون احلى. اوكي زي ما تحب. اكيد مش بيوصيه علينا يا نجلي، هو بس بيقول له راقبهم شوفهم رايحين فين جايين منين كده، يعني جاسوسه. مساء الخير مستر مو، امرني انزل الدرينكس دي هنا. لا لا بعد اذنك، احنا ما بنشربش خمره. لا بنشرب يا ابني. هما مين بيهيف؟ مش عايز اسمع ولا كلمه. ايوه يا حبيبي كتر خيرك. تشرب يا ولد؟ طبعا. مور مور. بصحتك يا جميل. مش ممكن هما كلهم بقى الكهوليكس فجأة كده؟ بقول لكم ايه؟ انا لقيت المكان اللي نوصل منه للعربية. ايه ده؟ عربية ايه؟ عربية الكشري يا هاني، عربية مستر حنتوس يا عم. طب هنعمل ايه في الراجل اللي قاعد بيراقبنا ده؟ سيبهولي انا عارف اتصرف معاه. طب محتاجاني اساعدك في اي حاجه؟ لا صباح ما بتحتاجش حد. تقلقيش على خالتي خالص، طالما لبست الجينز المطرز ده يبقى اكيد هتلوحه كده. يلا يا خالتي جو. انا اذنك اروح اشوف شغلي. خالته صباح باعت نفسها. سوري يا بابي، هي بتضحي بنفسها عشان تنقذك. بس انا مش فاهمه هي مبسوطه قوي كده ليه. هي خالتي كده اصيله، بتحب تضحي. دي جامدة بس الست دي. يلا بينا. يلا ماما ميمي هتيجي معانا؟ ماما ميمي هتيجي معانا؟ اوكي خليكي. تعالي بسرعة. هو ده السليم اللي بيطلع عند العربية. هطلع انا وهاني، هتاخدي شريان وتستنونا بره، لو حصل أي حاجة كلميني في التليفون. اوكي مش عايزني اساعدك؟ اصل انا فجاه حسيت ان انا نفسي اساعد كل الناس واخدم كل الناس. مين اللي انت اتغيرتي قوي؟ للاحسن ولا للاوحش؟ للاحسن طبعا، وعارفه كمان لما بقى حبيبي مش وقته، يلا انجز. هاني. نعم. هاني. يلا. يلا ايه؟ يلا نطلع فوق عند العربيه. انت متخلف، يلا هنطلع فوق للعربيه. تعالى يا هاني انا هفهمك. هتفهمني ايه؟ هنطلع نعمل ايه؟ هنطلع ننشر يا هاني عشان الغسيل ما يكمكمش. طيب قول بقى هنطلع ننشر، لكن تقعد تستظرف وتقول لي نطلع فوق عشان العربيه. يلا يا عم. جود لك حبايبي. سيف خلي بالك على نفسك. نيلي لا اله الا الله محمد رسول الله. دبدوبي. نعم. روح ما ترجعش. حاضر. شوشو خلي بالك من نيلي. اوكي نيلي تيجي معايا الحمام بس اظبط ميك اب. حبيبتي انا مبسوطه بيكي قوي وانتي مهتميه بنفسك كده، يلا بينا. نيلي. نعم. لا اله الا الله محمد رسول الله. يلا حبيبي بقى ما تزهقنيش. ايه الحياه دي يا سيف؟ العربيه. العربيه بجد مش كرتون. الله. دي حلوة قوي. ايه ده؟ تعالى يا عم اقعد جنبي وانا استوب بتاع اللي جابوك ولا ايه؟ هاني اسكت يا هاني. طيب معلش قول لي نطلع على فين؟
اطلع على كنتاكي المقطم. ماشي، بس هنزلك بره المحل مش هخش جوه. ده نركب اوبر احسن. خلاص يا عم هدخلك المحل، هات المفتاح. هاني يا متخلف، احنا مش طالعين نسوق العربيه، احنا طالعين عشان ندور. ما انا عايز المفتاح عشان ادور. هاني دور انت على المفتاح يا حبيبي، ولو لقيت بالصدفه كنز يبقى قول لي عبال ما انا اشوف الحاجات. ها هندي صبري، انا اللي بحبك. سي هاي، ازيك؟ هاي ازيك؟ على فكره انا مش بحب اروح للسليبرتيز اقول لهم انا بحبكم واتصور معاكم. دي مش سليبرتي، دي اسمها هند صبري. ايوه عارفه، يعني ما بحبش ان انا تو انفيد يور برايفسي وكده. يو جاست ديد باي ذا واي. سوري انا لازم ادخل التواليت على طول. لا استني بس، ده انا بعشقك عشق. طب اقول لك على حاجه، بيقولوا ان انا شبهك. لا انت احلى بكتير طبعا. ربنا يخليك، ربنا يخليك. عارفه ايه التشابه؟ اللي هو السنان اللي بتبقى ايه زي باكس باني دي. دي مش ضب على فكره، ده سكسي طبعا. لا بجد، بالظبط بالظبط. شوفي بعد اذنكم كان في فيلم بتتلاي فيه حلو قوي، الجزيره. اكيد الجزيره. لا لا هو ما كانش في جزيره، كان على الارض عادي. ابراهيم الابيض؟ لا ولا كان ابيض. طب على ما تفتكري ادخل التواليت ارجع له. طب استني بس، ده احنا نجيب لك التواليت لحد عندك. ده انت هند صبري. ربنا يخليك. شيري هندي، كيفك حلو قوي. انا كنت عايزه اقول لك مشكلتي. مشكله؟ طب ممكن انا اقول لك مشكلتي؟ انا ساكنه في الفيلا اللي جنبكم هنا، وجايه عشان المايه قطع عندي ولازم ادخل التواليت حالا. اكيد فاهمه. انا مش هاخد وقتك كتير، انا كنت عايزه اقول لك بس انه انا بابي في السجن، وكنت عايزاكي تساعديني انه بس. ماشي. طب ما تقولي كده من الاول. لا لا انا مش قصدي كده خالص. انا قصدي هاتي. هتجيبي ايه اما؟ ها طب بتجيبي النكلس ده؟ بطلي تسولي يا شريهان. بصي انت تعرفي انكل محفوظ اللي هو صاحب المكان اللي احنا فيه ده؟ اعرفه. ليه؟ احنا دلوقتي محتاجين نجيب حاجه من العربيه المتعلقه فوق دي. مش هقولك يعني القصه كلها، بس انا كنت عايزاكي تروحي له وتشغليه. اشغله؟ يعني روحي اتكلمي معاه، ادلعي عليه، ارقصي له. رسيلو؟ ايوه. مش انت ممثله؟ بس بس يا نيل سيبك منها. نيلي دي طلباتها شمال، انت ممثله محترمه ما بتعمليش حاجات السكسي دي. بصي انت تخش عليه بسكه ايه؟ الاكشن. الحان يا محفوظ هيخطفوه. مش هديكي اداء بقى، انت استاذ عاجد. ايوه حلوه قوي دي. يلا اعملي كده. اعملي. انتوا مين؟ انا نيلي. وانا شرهان. احنا احفاد ميكي. ميكي ده جدنا سيلبرتي. والصنف ده اسمه ايه بقى؟ فوازير؟ على فكره يا بنات عيب قوي الشباب يتبسط. بس بمسؤوليه. اشربوا قهوه وفوقوا، انتوا اقوى من المخدرات. قال نيلي وشريهان. قال شفتي عشان طريقتك افتكرت ان احنا سكرانين. انت اللي فضحتينا، دي افتكرتنا مبلبعين. شفتي النكلس؟ خرابي على جنب. الهي يا رب ما توعى تتهنى بيه، تدخل يفرط منها كده. شريهان ضيعت علينا فرصه بالتسول بتاعك ده. مش لاقي حاجه يا هاني، قلبت الدنيا هنا. النجدة يا عم بطل، انت شارب ايه؟ استايكز يا عم بطول. مش لاقي اي حاجه خالص، ده كان ناقص اشيل الجلد من على الك. انت جبت المجله دي منين؟ لقيتها هنا وانا بدور على المفتاح بالصدفه. طب مش تقول لي يا هاني ايه التخلف ده؟ طب ما في كلاكس. واقول لك ايه الحياه يا سيف؟ في كلاكس. ايه ده؟ يهدين النبي، في مساحات يا سيف، في مساحات. بطل تخلف وبطل السكر اللي انت فيه ده. شايف العدد اللي في ايدك ده؟ ممكن نلاقي فيه لغز جديد يوصلنا للكنز. قلد لك عادل امام؟ مش هتعرف على فكره. هعرف اقلده. طب وريني. هوريك. ده مش عادل امام، ده محمود شكوكو. ده عادل امام يا عم. مش عادل امام، ما تستعبطش. طب اقلد لك احمد زكي. قلده. وريني احمد زكي. لا ما ده عادل امام على فكره. ما لا عشان الاثنين صحاب، انت فاكر ان ده عادل امام؟ انت عملت كده، عملت كده يبقى ده عادل امام. شفت؟ يبقى اللي انا قلدته الاول كان عادل امام. لا ما انت عملت كده بس. طب قلد لك فريد شوقي. هتقلده ازاي ده بقى؟ هقلده لك يا عدوي. هو ده الوحيد اللي انت قلدته على فكره. شوف مش معقول كل ده لسه ما خلصوش. انا متوشوشه قوي. متوغوشه. وات ايفر. مش ده اللي قلقني خالص. انا خايفه على هاني لا يقع. حبيبتي انت بتحبيه قوي كده؟ ما يتنيل والله يغور في داهيه. انا خايفه لا يقع على حد واصل يودينا في 60 داهيه. يلا يا هاني بطل. مين تاني؟ انا لك نجات. نجات؟ نجات الصغيره. فوق بقى هاني فوق. ماما ايه ده؟ تعمل ايه؟ يلا خلاص
ايه ده في ايه؟ لا انا عايز لسه الف بيها وكاروز وامريكا وامريكا. كاروز ايه؟ فوق من اللي انت فيه. اعمل حاجه مستني ايه؟ عيش ايامك كلها. شدني بقى. في ايه يالا انت مالك؟ انت شارب ايه؟ مالك عامل كده؟ انا شارب ايه؟ ايوه مالك عامل كده ليه؟ يا جماعه